وصلت جامعة البحرين تقدمها في التصنيف السنوي الصادر من مؤسسة تايمز في المملكة المتحدة المختصة دوليا بمجال تصنيف الجامعات حول العالم والذي يصدر سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا من حيث التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث حلت جامعة البحرين لهذا العام في المركز 208 عالميا في ظل منافسة قوية مع الجامعات العالمية متقدمة بذلك 5 مراكز على المركز الذي حققته الجامعة في العام الماضي. أما على المستوى الخليجي فقد احتلت جامعة البحرين المركز الثاني على مستوى جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، وواصلت تقدمها أيضا على المستوى العربي لتصبح في المرتبة السابعة عربياً.